أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا تحت عنوان رؤى جديدة لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار العالمي. استعرض خلاله مناخ الأعمال والاستثمار في ظل التحديات العالمية وأبرز المؤشرات العالمية المستخدمة لتقييمه. سلط مركز المعلومات الضوء على أحدث تقرير لاتجاهات الاستثمار العالمية الصادر عن الأونكتاد وذلك في يناير الماضي، الذي جاء فيه أن أكثر من 60% من المنظمات العالمية ترى أن عدم الاستقرار الجيوسياسي قد يكون له تأثير ضار على سلاسل التوريد، وقد يمتد ذلك حتى العام 2025. شهد الحفل الختامي لمسابقة تصميم الإسكان الأخضر، شهد الإعلان عن الفائزين بالمركز أو المراكز الثلاثة الأولى. يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200,000 جنيه مصري. يحصل صاحب المركز الثاني على جائزة نقدية بقيمة 100,000 جنيه مصري. نشر فكر العمارة الخضراء المستدامة في مصر والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه نشر مفهوم البناء الأخضر ركائز تعتمد عليها مصر من أجل نجاح عملية التنمية. وفي حفل ختامي تم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لمسابقة تصميم الإسكان الأخضر، على أن يتم استخدام التصميم الفائز في بناء باقي وحدات مبادرة العمارة الخضراء في مرحلتيها الأولى والثانية. المسابقة دي احنا أطلقناها من سبتمبر الماضي. الصندوق بالفعل بينفذ برنامج المليون وحدة سكنية. ضمن هذا البرنامج احنا عاملين مكون اسكان اخضر منخفض التكاليف، يعني يبقى مقارب في تكلفته للاسكان العادي اللي احنا بننفذه منذ بداية البرنامج. طبعا في اهمية كبرى للتحول للاخضر، نظرا لانه ده طبعا هيعمل وفر في الطاقة للمواطن ووفرات كثيرة للدولة. في توجه دلوقتي من قيادة سياسية ان احنا بنحاول نستفيد من كل مواردنا، سواء اذا كان طاقه، سواء اذا كان ميه، اذا كان اي ريسايكلينج بتاعت الويست بتاعنا، كل اللي نقدر نحاول نستفيد بيه بحيث ان احنا نعظم امكانياتنا. الدوله كلها بتتجه الى هذا الاتجاه. خلال الاحتفاليه تم عرض القواعد التي اعتمدت عليها لجنه التحكيم في قرارها، والتي تتمثل في كفاءه التصميم في توفير استهلاك الطاقه والمياه ومواد البناء والجدوى الاقتصاديه للتصميم، الى جانب مرونة التصميم وتلبية الاحتياجات المختلفة للمستخدمين. احنا اول ما عرفنا ان في مسابقة اسكان اخضر طبعا رحنا سحبنا كراسة الشروط من مركز البحوث، وبدأنا ندرس كويس قوي الكراسة جواها ايه ومحتويات الكراسة والشروط اللي هم حاطينها في الكراسة، لان المسابقة ديت كان من اهم شروطها والتحديات اللي قابلتنا ان بنستخدم فيها معايير بيئية عشان خاطر نطلع بكفاءة في التصميم. أي مشروع احنا بنشتغل فيه دايما بيبقى مرتبط بكذا حاجة، بثقافة المجتمع اللي احنا عايشين فيه والطبيعة الكلاينت أو المستخدم سراوند بيها، وكمان العنصر الجمالي للمبنى، ازاي اللي هنقدر نحقق الثلاث عناصر دول في أي مشروع إحنا بندخل. مسابقة الإسكان الأخضر تم إطلاقها بهدف الحصول على أفكار ومعايير تصميمية مختلفة عن مشروعات الإسكان التقليدية، مما يعزز من قدرتها على تقليل التغيرات المناخية والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتحسين استدامة المباني. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. ارتفعت التوقعات للتضخم بين مستهلكي منطقة اليورو للعام المقبل، بينما استقرت لفترة السنوات الثلاث التي تلي تلك الفترة وفقا لمسح للمركزي الأوروبي. تباطأ معدل التضخم بصورة سريعة العام الماضي، يسجل حاليا مستويات أقل من 3%، إلا أن المركزي الأوروبي كشف أنه قد يستغرق أكثر من عام آخر حتى يتباطأ إلى المستهدف والبالغ 2%. قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال إن شركة أرامكو تمكنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز في حقل الجافورة غير التقليدي، بلغت 15 تريليون قدم مكعب قياسي. وأضاف الوزير في بيان له أن الاحتياطيات الإضافية المؤكدة تشمل أيضا 2 ملياري برميل من المكثفات. يعد الجافورة أكبر حقل للغاز غير التقليدي وغير المصاحب للنفط
في المملكة، من المحتمل أن يكون أكبر مشروع لتطوير الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة الأمريكية. أطلقت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية النيجيرية نيجوزي أوكونوغو أطلقت صندوقا بقيمة 50 مليون دولار، وذلك لمساعدة سيدات الأعمال في الدول النامية على التصدير من خلال استغلال الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي. سيساعد الصندوق الشركات التي تديرها نساء في البلدان النامية والبلدان الأكثر فقرة، يساعدهن على اعتماد التقنيات الرقمية ونشر أعمالهن على الإنترنت، وذلك بشكل أوسع.